هدي سارة، شو بدنا نعمل فيها؟ هيدي المرة حربية خبيثة، أنا صرت ملاحظة عليها عدة مرات. أنت درست تمثيل صح؟ إيه درست. إيه صح، هلا هو ما كان اختصاصي بس والله جبت أعلى علامات. مزبوط. طبعاً عندك الموهبة. أنا أكتر وحدة بعرف. جايينا ناس واقفة ناطرتن. مين يعني؟ عمالاً على الشنط، فيهم أشياء بتتكسر. خليل! بس يكون بيتك فيك تزعبها منه. ما كنت بتوقع ارجع شوفك بهالبيت. شو هالحكي؟ هيدا بيت خيي وساعة اللي بدي بفوت عليه، وانت ما لك كلمة بهالبيت. بس يصير عندك بيت تبقى ما تفوتني عليه. وضع خليل ما بقى ينحمل، صار بده حل. انه خليل يعني هلأ اني الزلم الوحيد اللي بيظهر على مرته؟ بدك تعملي لي اياها قصة قومية يعني؟ تجارة السلاح هي المشكلة القومية نازك، مشان هيك أنا بدي أشوف بنتي، بدي إياكي توصلي هالرسالة لآسيا. أنا بدي أدعي عليها بالنيابة العامة بخطف بنتي وتبنيها بطريقة غير قانونية ومن غير علم الأهل وتزوير أوراق رسمية عبر تسجيلها بالدوائر الرسمية. هيدا الموضوع بخصك وبيك الحقيقي رجع بي غسان، وبدي يرفع دعوة علي بقضية خطف طفلي وإبعاد عن أهلها، وكمان بده يرفع دعوة على أمك بالتبني بطريقة غير شرعية وتزوير بأوراق الرسمية. شو؟ حتى الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر. مكسور قلبي يا هوا وشوفي بعد أكتر، حتى الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر. ناس اللي هن قراب ما تصدقن كلن، حتى السودا يا ابني روق، عمتك ما رح تحكي شيء، لو بدها تحكي كانت حكيت من زمان. على كل القصة مرقت وقطع عليها وقت. منذكر بعضنا بيي، من وقت ما اجت عمتي لعنا، اصلا هي شو جابها هلا؟ ولو نور قالت لها ما في سبب لتجي غير لتخرب الدنيا، وبكره بتشوف. ولك يا خليل روق شوي، انسالي عمتك، خلي عندك ثقة بمرتك، بعد كل اللي عملته انت معها ولا مرة فكرت تترك البيت.
هلا بدها تتركك وتترك ولادها؟ لك يا عمي انت مفكر في كتير مثل مرتك عندها صبر هالقد؟ في امي. فكرك لمين طالع انا؟ ان شاء الله الله يستر. الله يستر ما تحكي اللي انا فكري فيه. الله يستر. عمر شو بك؟ من لما طلعنا وانت مش على بعضك؟ لا حبيبي ما في شيء بس هيك مفكر شوي. صار شيء مع استاذ مالك؟ لا ابدا. بس بس شو؟ بيرلا انت بتوثق فيي؟ اكيد بوثق فيك، بس شو في خوفتني؟ ما تخافي، بس انا عندي مشكله صغيره وبدي احلها، بس بدي منك طلب. عيوني الك. خليه لعيونك. بدي منك ما تساليني ولا تحكمي علي بولا شيء غير ما تفهمي مني، وبدي اياكي تعرفي كتير منيح انه انا معتمد على ثقتك فيي. اوكي واثقه، بس أكيد أنت منيح ما بك شي. طالما أنت حدي أنا منيح. طيب بس وعدني تشرح لي أول ما تقدر. وعدك. بعشقك. وأنا كمان. ليه كده أنا أمي؟ أنا قلبي ما بقى يحمر، رح يوقف قلبي. إيه بدك تروقي لنعرف نلاقي حل، لأنه هيك ما بيمشي الحال. ولك يا عمي اوعك فاكرين أنا خايفة على حالي، ولك الله لا يردني، أنا عطلاني همي كذبتوكي بالحبس. حبس؟ ليه أنا شو عملت؟ هي يعني كأنك ما سمعت الزلمة شو قال؟ ولك يا عمي إذا عرفوا إنه أنت مش بنتها لكارما بذبتوكي بالحبس. هيدا عادة اللي سمعته سارة. الله يستر. والله. إيه وأنا شو دخلني؟ أنا بعرف إني بنت كارما لأنه أمي خلتني صدق هيدا الشيء، أنا ما كنت بعرف. آه؟ بس كيف يعني؟ طيب روقي روقي ما تتوتري، هيدا بيكون آخر حال. هلا أنا حقلك شو حنعمل. هيدول مناشف نظيفة تا ما تقولي بعدين نقصت عليكي شيء، انت إذا بجيب لك مناشف مقلمزة أصلا ما بيعجبك. لي على شو بتضلك تبري؟ ست إلهام يعني بس عم قلك عشان بعدين ما تقولي نقصت عليكي شيء. تعي لهون. نعم ست إلهام. تعي حبيبتي تعي. تعي عادي. في شيء بدي أسألك عنه بس بيني وبينك. إيه أكيد سأليني اللي بدك إياه. ليكي شو الوضع بين نازك واسكندر وآسيا؟ الوضع منيح يعني حبايب وأصحاب وكل شيء، حتى إنه الست آسيا بتجي بتتغدى عنا وبتشرب قهوة. فزن العولي قومي من وجهي، أكيد ملأمينك شو بدك تحكي. ست إلهام ليه عم تعيطي علي؟ أنت سألتيني وأنا جاوبتك. مشي من وجهي ولي حيواني. صعب تقلي بنتي صعب تقلي حيواني، والله أنا ما عم بعرف هيدي عم تسب حالها ولا عم بتسبني. وقفة باربري. حتى لو بدنا نتراجع ما بقى فينا، بدنا نروق لنعرف نفكر. ما تنسي سارة ما لازم تلاحظ شيء. شو بدها تلاحظ أكثر من هيك؟ سمعتنا وخلصت. الله يسترنا منها هي التانية كمان. هي لو سمعت شيء واضح ما كانت سكتت، سمعت مجرد طراطيش حكي، ولما نحن شفناها عملت فيها يابا إنه هي فهمانة. أقولك هيك؟ بس لازم لازم ما نستهون من موضوع غسان قدامها حتى ما تربط الامور ببعضها. هالمره خبيثه وذكيه ومنها هيني ما تستهوني فيها الا ما لقي عليها شيء.
لأمي كلامك مزبوط، بس أنا ماني عارفة انبسط ولا أزعل من طريقة تفكيرك. الله يسرنا من هالتغيير لما بده يودينا. هلأ التغيير صار ومش الحال، نحن بوضع منه سهل، يا بدنا نوصل يا بدنا نوصل. صار للبنت عيني علمناها على الشحيدة سبقتنا على البواب. سوسن سوسن. نعم استاذ. وين الست نازك؟ بالجنينه والست الهام بغرفتها. طيب لك يا اهلا يا اهلا بالست الهام. يا اهلا وسهلا خيي. ها بعدك متذكرة اني خيك؟ اتصور انه بعدني بعترف انك خيي. انت طول عمرك قلبك كبير، ما تتكل بقى كتير على هالقلب، صار اسود من كتر ما مرق عليه. شو قصدك؟ شو بدك تقولي؟ شو بدك فيي انا شو بدي اقول؟ قول انت شو بدك تقول. انا بقول رح تقلي ضبي كراكيبك وفلي من هالبيت. الله يسامحك، معقول يقول لك هيك يعني؟ إيه انا بزماني ما عملتها، بدي اعملها هلا. اسكندر قول يلي بدك تقوله وبلا لف ودوران. هلا ما جيتك لهون في من وراها شيء، ما تجي تقولي لي نور وخليل وما بعرف شو. اختي انت عشو ناوي؟ وانت من شو خايف انه كون ناوي؟ اي موضوع بالذات انت خايف ينكشف؟ انت بتعرفي اختي عشو خايف؟ اني افضحك وريح الكل؟ ولا افضح ابنك يلي مش مريح حدا؟ انه معقولة بعد كل هالمدة تتسببي بهيك كارثة؟ كأنه الكوارث يلي حضرتك عاملهم كتير قليل. ما رح خبي عليك، ما بتعرف أي متى بحكي وفي نية صراحة، وساعتها نازك يلي دعمتك كل هالسنين رح تكون أول وحدة بتتخلى عنك. تفضلي. واو كتير حلوة. عجبتك؟ بتعقد. مثل ما انك شايفة. الشقة ما ناقصها شيء ابدا، تجيبي اغراضك وتيابك وتحطيهم وبتقعدي. عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك، كتير حبيتها. وقريبة على شغلك وعلى دانا وعلي. أهم شيء تكون قريبة عليك. بس ليك من هلا عم اقول لك، بلا حركات أنا بدي أدفع الأجار ورح أدفع له من هون لسنة. مش مشكلة هلا، ما في فرق بيناتنا. بليز عمر، عم اقول لك انا بدي ادفع، اذا ما بتخليني ما رح اقعد فيها. خلص ماشي، ما كثير رح شارعك لانه بعرفك خوطه بتعمليها. طيب لكن خلينا نخلص كل شيء هلا واطلع جيب ثيابي. بامرك، نمشي؟ خلينا نشوف الشقه قبل. طيب يلا.
حاضرب على الأمياني إلا ما صيب شيء. تأخرت فتت. شو شكلك انبسطتي هونيك؟ انت شو قصدك؟ قصدي انه حسيت على خاله عزام لما راح وراك، يمكن ما لحقك او ما لقاك. انت شو عم تخبصي؟ لو عزام لحقني كان لقاني هونيك. ايه يمكن مش هو اللي لحقك، ويمكن انا لحقتك، ويمكن خبره بس يجي. بقلبك شو خبيثة؟ رنا اجتني هالمصيبة. روقي سارة، روقي، أكيد بدها مني شيء. ماما بعتي وراي؟ إيه ماما، بدي أحكيك. قولي لي ماما، صار لك كم يوم منك على بعض؟ صحيح انا انشغلت بامور البيت، بصهرك وباختك وببنتك، بس هيدا ما بيعني انه منا حاسي فيك. ليه؟ شو بني انا؟ لا مش انه بيك شيء، بس حسيتك هيك ساكت وما عم تحكي، وكانك انت معنا ومنك معنا، واذا بدك تحكي ما بتحكي غير بالشغل. شو بيك؟ وأخيرا انتبهت إنه عندك ابن، ويمكن يكون مش مرتاح. معقول أنت عم تحكي هيك؟ عزام، أنت قطعة من قلبي، معقول ما يهمني اللي عم بيصير معك؟ شو ممكن اكتشف بعد ماما؟ حاسس حياتي اللي كنت عايشها منفصلة عن حياتكم. كل يوم بكتشف شي جديد، ما كأني من هالعيلة، كأني حدا من قرايبينك أو من جيرانك. عزام، معقول تكون أنت عم تحكي هيك؟ عزام يلي بيفكر بعقله مش بقلبه؟ معقول تكون عم تحكي هيك؟ العقل هيك بيقول؟ بدك ذكرك؟ لما مرض البابا أنا آخر من يعلم، حتى خليل كان بيعرف وأنا لا. العقل بيقول إني أعرف من خليل؟ عزام لا، لحظة بعد فيه يلي صار مع نور كان الموضوع بيعنيني أنا وحدي، مع هيدا أنا آخر واحد عرفت باللي صار. كيف خليتيني اتبهدل؟ كيف هين عليكي؟ حبيبي، وبعد من فترة قصيرة مشكلة النص كأني شي موظف عندك، وقبل المشكلتين الكبار كمان آخر من يعلم أختي. لك يا عالم، أختي اللي بعطيها عيوني، كل هالشي صاير معها وأنا مثل الأهبل بينكم. حتى لما رحت تعملي عملية وكان في خطر على حياتك، كانت كرمة حدك وأنا بالبيت مثل الأهبل، مفكرك مسافرة، مثل الولد اللي عمره 5 سنين وأمه ضحكت عليه. شو بدك عدلك بعد؟ شو بتقولي لي هادي وما عم بحكي؟ مش أفضل لو تركتيني ساكت؟ يعني ما رح ارجع اشوفك اليوم؟ كأنه حبي بتضلك طالع نازل على الطريق؟ اي وين المشكلة؟ أصلا أنت لو ما بدك تجيبي أغراضك أنا ما كنت خليتك تجي. يلا معلم، نقلة هينة، بضب أغراضي وبشوفك بكرة، بركي هيك بتشتقلي شوي. أكيد بحبك أنا. وأنا كمان بحبك. تبع حالك.
آسيا بدك شيء؟ أنا ماشي. لا لا سلمتك. بكي شيء آسيا؟ لا ما بني شيء بس صار لازم روح على البيت. بلا بكي شيء. حكي قولي. ظاهر أني ظلمت وحرمت من دون ما أحس. ليش عم تقولي هيك؟ مالك أنا خسرت ابني من زمان وهلأ اللي عرفت وخسرته من إيدي. ليش وصاير آسيا؟ شو بو عزم؟ عزام رجع لي الماضي كله اليوم قدام عيوني. بكل أخطائه حسيت قديش عنده حقد علي بقلبه وما بفتكر فيه لومه. آسيا ما بدي أسألك شيء ولا بدي أعرف شو صار. أنا بس بدي أقول لك شغلة وحدة. أنت أم ما بتتكرر. أنت بشر. ارتكبتي أخطاء أكيد. وحقك ترتكبي أخطاء. هن اللي ما فيهم يحسبوكي. مع كل الإيجابيات اللي عندك إياها تجاههم. أكيد ما فيهم. تعبت. أنا تعبت مالك. آسيا. أنا مش مضطر روح لمطرح. خلينا نقعد سوا أنا وياكي هيك نحكي على رواق. جرب ندردش. كيف تروقي؟ شو رأيك؟ لا لا لازم أرجع على البيت. لازم أكون متواجدة هونيك يعني وبدي أبرك كمان على المستشفى. آسيا. مالك ما بعرف خليني أنا برجع بحكيك. يعني هي وين كانت؟ ما بعرف. أها يعني كمشنا عليها شيء. ايه بس لازم نعرف ونتأكد لأنه هيك الخبرية ما بتضاين، إذا ما عنا دليل ما رح نعرف نوقفها عند حدا. طيب أنت كيف عرفت إنه ما كانت عند الحكيم؟ أنا ما عرفت. بس اللي بتتنصت ورا الباب وبتهدد من تحت لتحت أكيد مخبية بلاوي زرقاء، وأنا جربت حظي ومثل ما شايفة صبتها على القد. ولا عم تفاجئيني بتفكيرك الجديد؟ طالعة على أمي وأنا كمان تفاجأت فيكي. والله صدانة بتعرفي تحكي؟ هل قد التشبه فيني بشع حتى انزعجتي؟ والله منك شايني يا بنت نعمت. طيب جهزي حالك لنروح نعمل شوبينج. شوبينج. معقول كل هالسنين عزام مفتكر اني عم بتجاهله وانا كل قصدي احميه لانه بخاف عليه؟ كيف يا الله كيف؟ ما حسيت كل هالعمر اني غلطانه. لا لا لازم يتصلح الشيء لازم. شو اسم الله عليك من وصلتك طلعت تشوف الحبايب؟ الله يوفقك نازيك ما تزيدي علي. تصرف اسكندر تصرف. شو بدك اعمل يعني؟ بشحط اختي من بيتي وبقول لها تفضلي فلي من هون؟ والله انت ادرى. انا اللي بعرفه ما بدي اياها ببيتي. ما اذا انا تصرفت انت بتعرفي هي كيف رح تتصرف. الله يوفقك نازيك بلا وجهة راس ومشاكل ما إلها داعي.
ممكن؟ شو يعني؟ يعني مننطر كم يوم منلاقي طريقة. أو بدك إياها تروح تخبر شو صار مع نور؟ يعني بدها تبتزني بهيدي الخبرية؟ ها، نور ما خربت بيتها رغم كل شي عملوا فيها ابنك. لك يا عمي هالمرة غير، هي رح تعتبر إنه هالزواج من الأساس مبني على الكذب والخداع وما رح تبقى ولا دقيقة. إيه، نور كنتي وبعرفها وبعرف كيف بتفكر، يعني إنه بدها تخرب بيتها، عندها ولدين والتالت عف. عن جد؟ ما معقولي أنا هلسين كأنه مش إلي. اسكندر ما تخبروا لخليل، خليهم يفضوا مشاكلهم لحالهم إذا بتريد. ليش أنا من أمتى تدخلت؟ ما الحمد لله اسم الله علي مثل الروبو، أبداً بنفذ الأوامر ولا كلمة، ما بحكي ولا شيء. خلص هلا بلش الحكي ما له طعمة. هلا بدك تغديني ولا بروح بتبقط بشي مطرح تاني؟ أول شي مرسي إنك قبلت تشوفني. طالما كل شي واضح ليه بدي أرفض؟ كيف يعني؟ شوفي شيرين، أنا بعرفك كتير منيح وبعرف إنه وضعك سيء مشان هيك جيتي لعندي. لا لا مش هيك، هو موضوع البيبي. موضوع البيبي اتنيناتنا بنعرف إنه منه السبب. لو كان بهمك أنت خبرتيني قبل، فيا ريت منكون صريحين ومنحترم عقلات بعض. اوكي عمر، خلينا صريحين، احكي عم بسمعك. شوفي شيرين، انا بعرف انه وضعك سيء والبيبي رح يكون حمل زياده عليك. هلا ما بعرف اذا عم تدفعي اجار او عندك مشاكل بالسكن، بس انا عندي عرض لك. كمل حكيك للاخر وبس تخلص ببقى برد عليك. أنا بقبل إنك تعيشي هون لك أنت ولدتي، وأنا بعيش ببيت عمي مالك، وبس تولدي إذا بدك الولد ما في مشكل، ما راح أحرمك منه. بستأجر لك شقة هون قريبة بقدر أشوفه ساعة اللي بدي، وإذا ما بدك كمان فيك تتركيه على راحتك. راح أعطيكي مبلغ صغير بتمشي حالك فيه لك أنت وقفتي على أجريكي، وأنا متكفل لك بكل مصروفك طالما أنت حبلة، بس ضمن المعقول. مرة تانية ما بتفوتي قبل ما تدقي الباب. أنا فوت مطرح ما بدي وكيف ما بدي. هدي هدي. شو بدك؟ لا تكوني مفكرة نسيت شو سمعتكم عم تحكوا. لا ما نسيت، بس هيدا موضوع شخصي ما بيخصك، أما موضوعك يا ماما. عم تركبي لي أفلام يعني؟ فكرة حالك بتقدري؟ ما شاء الله عليكي ماني مضطرة أركب لك أفلام، الفيلم تبعك جاهز ومركب. أنت شو بدك؟ أنا بشو أذيتك؟ أنت ما فيكي تأذيني أصلاً. كل اللي بدي اياه منك ضلك بعيدة عني وعن امي. امك؟ اي ام فيهم؟ الاثنين، وصدقيني معي قد اللي بتأذيكي، فإذا بتعملي أي شيء دغري بقول للتيتا، ليك الباب وينه؟ يلا. أنا شو شيرين؟ ما بنكر إنه معك حق، ظروفي صعبة كتير، وإذا قبلت أبقى هون أكيد بكون ممنون. أصلاً أنت منك مضطر. مزبوط مني مضطر، بس أنا عم بحاول للمرة الأخيرة. تذكري كلمتي كتير منيح، عم بحاول للمرة الأخيرة. وأنا ما رح خليك تندم، بس بالنسبة لابني بقدر أقرر بعد الولادة؟ أكيد فيك، حتى فيك تغيري رأيك من بعد ما تولدي، هذا الحكي بكير عليه. المهم بدك حدا يساعدك بالغراض؟ لا مرسي، أنا بقدر جيبهم لوحدي. تمام، إذا هيك مثل ما قلت لك مصروفك كله علي طالما ضمن المعقول،
كل شيء زايد عن حده انا ما خصني فيه، كل شيء معقول تعزيه موجود بالبيت. انا ما بعرف كيف بدي اتشكرك. نحن بيناتنا عشرة وانا مبخونة، وانا مأكد انت ما رح تخونيها. نور، نور، وين نور؟ ولو قول مساء الخير بالاول. خير؟ اي خير منهم؟ لا انا عم شوف الخير من حدا. اسم الله عليك، انت الخير بنقط منك تنقيط. امي وين نور؟ انا عرفت انها ضبت اغراضها وفلت، وين راحت؟ دقلها اسالها. ليك انا ما تدخلني بيناتكم، اصطفلو. اصطفلو؟ هلا صار اصطفلو؟ من بعد ما خربت مالطا؟ دخلك؟ انت شو عرفك انه راحت؟ ها؟ من هالمقصوفة العمر اكيد. طيب ماشي، على كل حال انا بعرف اتصرف. ما بدك تاكل لقمه؟ ما بدي اكل هري. برافو عليكي ولدي زعره، يلا روحي حضري الاكل بسرعه. وين خليل؟ ليش كان عم بعيط؟ ولك شو بدك فيه حبيبي؟ يلا خلينا نروح ناكل نحن. عيط لهالجراف اللي عندك. تفضل. هلورا، شو أمي محتفظة بكل هالفحوصات؟ ايه لوحدة راحت من شوي، وافقت وافقت مبدئيا، رح ترتب امورها وتجي بكره لنشوف شو بصير. ما بعرف يعني، مفروض تقدر الفرصة اللي اعطيتها اياها. على كل حال أنا عملت اللي علي، بكرة نشوف شو بصير. 100% يلا نحكي معي. هاي هاي، بدي اسالك اذا بتروحي معي انا والماما نعمل شوبينج. شوبينج؟ عن جد عم تحكي انت؟ انا فكرت انه فكرتي؟ لا واضح قديش بتفكري. بي بالمستشفى، امي صار يومين ماني شايفتها، بنت عمتي عامله بانيك، وانت جاي تقولي لي شوبينج؟ لا واضح قد ايه بتفكري. اسم الله عليكي. سوري بس أنا كنت حابة ظهرك من اللي أنت فيه،
بعدين انا بحاجه لاشياء كثير ضروريه كرمال هيك رح اعمل شوبينج، وهيك بنتقرب انا وانت من بعض. ما كان قصدي ازعجك. رح جهز حال. اذا بحاجه لمساعدتي بنزل بساعدك. ميرسي. نحن تحت. أنا والماما حننزل على السوق نجيب كم غرض ورح آخذ تيام معي. يا الله شو حلو شوف كل هالقد عم تتقربوا من بعض. أنا رح أطلب من الدرايفر ياخذكم مطرح ما بدكم. وبالنسبة للكريدت كارد تبعيتك وتبعيت الماما فيها قد ما لازم وأكثر. وما تحملي كاش معك كثير، أوكي؟ ميرسي كثير. هلا أنت وضهرة اطلبي من رولا تبعت لي عزة، أوكي؟ الله معكم. شو ابو الرموز؟ فكرت منيح اللي حكيناه انا وياك؟ فكرت منيح بس ماني كثير مرتاح للحكي. ليش بنتك انت مش ضامنها؟ ما بعرف. بعد اللي صار راسي مشوش ما بعرف شيء. انت هالبنت منك مدلعه؟ بلا مدلعه. كل ما تطلب شغله جيب لها اياها من تحت الارض. يعني قد ما كان لازم تكون متعلقة فيك. خلينا نرجع نبلش على الخفيف، نشتغل باللي كنا حاكين فيه. شو رأيك؟ خلينا نروق شوي بعد. أبو الرموز، أنت بتعرف إنك خيي وصاحبي وحبيب قلبي، بس بدي أحكيك كلمتين ما بدك تزعل مني. كي؟ أنت شايف هالظروف، المصاريف كتيرة، عم نصرف أكتر ما عم ندخل. يعني ساعدني لساعدك والقرش بيجيب قرش. وعادتنا هيك كفر. والله كفر. هي أول مرة بحتار ما بعرف شو بدي أحكي. يمكن لأنه ما في شيء ينحكى. بالعكس. هلأ في كتير أمور لازم ينحكى فيها. ماما خلينا ما نضايق بعض، لأنه صدقيني ما في شي رح يتغير لا من ناحيتك لا من ناحيتي. شو بتقصد؟ ماما أنت ما رح تتغيري معي، يعني ما رح تجي توثق فيي هيك فجأة، وأنا ما رح اقتنع أنه في ألف سبب لما توثق فيي. ما في سبب واحد لتوثق فيي. أوقات الإنسان بيفكر حاله ماشي على الطريق الصحيح، لما بيكتشف أنه لا بيصير هو هيك يخلق أعذار لإله على أشياء كتير بسيطة. ما في شي بسيط ماما ولا شي. مش رح نحكي بهذا الموضوع هلأ لأنه أنت منك مستعد تسمع شي. بس في شغلة وحدة بدي أقول لك إياها. إذا بدي أوثق بشخص واحد بهالدنيا وعلى العمياني هو انت عزام، ومن بعدك اختك. انت على راس الليستا، وبكره رح بتشوف انه كل اللي قلت لك اياه مزبوط، وما بتعود تتاثر بالاشياء السطحيه. صدقيني ماما انا بتمنى اكثر منك انه اكون غلطان. طيب انت بضلك تقول لي انه انا عم بتجاهلك. في موضوع رح يوجع لي راسي كتير وبدي اياك انت تحله، وانا ما رح اتدخل بشي. موضوع شو؟ خير؟ غسان بيا لدانا. هيدا بليز وقف هون. ما بنشتري من هيك محلات غلا وزعبرة. بس هيدا عنده اشياء حلوه. بوقف؟ ما بتوقف لحتى انا اقول لك وقف، واضح؟ حاضر ست ايام.
انت شو كنت ناوية تعملي معه؟ اكيد حاطه براسك اكثر من سيناريو. انا صراحه كنت مفكره اعطيه قرشين واخلص منه بقى. ليش تعطيه قرشين؟ شو له معنى؟ ما بكفي شو عمل مع كارما؟ عزام بدنا نكون موضوعيين. هيدا الانسان اذا تشك علينا لانه بده مصاري ليتنازل. يعني كل هاللف والدوران كرمال المصاري. ليه بدي خليه هو يجرسني؟ ما عم بفهم نروح مع حاكم لحتى اطلع بالنهايه انا دافعه مصاري. ابدا. تهين قرشك ولا تهين نفسك ماما؟ ما رح اتركه يسرح ويمرح. انا على كل ما رح اتدخل بشي ولا رح اسمح لحالي اتدخل بشي. بس بدك تعرف شغلي انه هيدا الموضوع موضوع كتير خطر وما فيك تتهاون فيه. اعطيني رقمه. يلا خده من تليفوني. هاي وسيم. هاي انت شو كله تمام؟ هاي دول الصور وبكره الاصليات مثل هالوقت بيكونوا معي وطبعا الوكاله معي. عظيم ممتاز. لكن صار عنا الشقه قطعه الارض والبيت بالجبل وكرم كبير بالجبل مزبوط؟ يس. برافو حياتي برافو. لكن بكره من كل بد اول ما تستلم الاوراق بنبلش بعمليه البيع. خلال 24 ساعه بنكون بعنا كل شيء وفلينا من هالبلد الزفت. وانا بالقانون ما علي شيء صح؟ القانون يا حياتي ما بيحمي المغفلين. معقولة نحن عم ناخذ الأغراض؟ شو قلة الذوق هي؟ حبيبتي كل الأغنية هيك. والله صدانة عنك، أنا بطلعهم. قربتي. إيه خيي، شو شفت صوره على الإنستغرام؟ إيه تمام، مهم تحفظ شكلها بس. أنا هلا بعت لك صورة السيارة ورقمها كمان. ماشي، بكرة الصبح مثل ما اتفقنا. إيه؟ يلا تمام. عم عزبك كثير أنا ما تواخذني. ها؟ ماشي ماشي يلا بنحكي. الله معك. مهم ما يكون اللي عم نعمله على الفاضي بس. هاي تيتا. مساء الخير. اهلا وسهلا. ان شاء الله انبسطتوا. ايه انه جبت كم غرض عايزتهم وغيرنا جو. ايه وانا جبت لك هديه صغيره ان شاء الله يا رب تعجبك. حبيبتي بكي لازم تعذبي حالك. مية شو حلو مزوقة ست نعمت، بس فعلا ما كان لازم ابدا تتعذبي. ولو يا ستنا ما كله من خيرك. طيب نحن حنطلع نجهز حالنا للعشاء. اوكي. وانا معزومة على العشاء؟ يي يا اهلا وسهلا. شو هالمفاجأة الحلوة. آسيا يا حبيبتي شو اشتقت لك. ولك لو بتشوفي انا شو اشتقت لك يا غالية. اكيد حفيدتك. ايه بدي اعرفك عدانو حفيدتي وعلى ست نعمت هي امي اللي ربتها. تشرفنا بحضرتك. وانا بحب اعرفكم على ست الهام هي بتكون اخته لجوزي فريد الله يرحمه وعمة ولادي يعني عمتك دانا. لك حبيبة قلبي شو هالحفيدة. هي حفيدتنا هاي الطيبة. يلا هلا لازم تطلعوا ترتاحوا حضروا حالكم على العشاء وبعدين بتتعرفوا اكثر على الهام. بالاذن. بالاذن معكم. يلا خلينا نحكي كلمتين انا وياكي على رواق بالمكتب. ماشي. ماشي.
فوت، الباب مفتوح. سعيدة أم اللول، شو هالورقة كلها؟ شو عم تعملي؟ لقيتهم بجارور الماما، قلت بتسلى بشوف شو هن. خلصت ضب أغراضي وما عندي شيء. اف، طيب بدك شوف معك؟ إذا بدك، إنه هن أغلبيتهم فواتير وفحوصات ووكالات، وفي سندين أراضي ما بعرف وين، وورق لعم أسعد يعني وهيك. ما في شيء مهم غير السندات يعني. ما كنت بعرف إنه الماما كانت مريضة سرطان وجاي للرحم. الله يرحم روحها. هي هيك كانت ما تحب حدا يحمل همها. الله يرحمها. معك حق. يا حبيبتي يا أمي. هيك عن ناشف بدي ساعدك. شربينا شي معك. تكرم عينك. الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر، مكسور قلبي يا هوا وشوفي بعد أكتر، حتى الجرح ماله دوا وكل يوم عم يكبر. ناس اللي هني قراب ما تصدقن كلن، حتى الصدق يا دني وهني قلن الله. ناس اللي